كان ولا زال على أرض الإمارات، أمهات علموا بناتهم أهمية حماية الأجيال مو بس تربيتها، وربوهم على أن الاستعداد لتحويل التحديات إلى فرص من سمات المرأة الطموحة. كبروا بناتهم ومرت عليهم صعوبات وتحديات، لكنها كانت مجرد ساحة لإبراز مواهبهم. ما كانوا بس في وجه المدفع وفي خط الدفاع الأول، بل انطلقوا وواجهوا وحموا دولتنا الحبيبة بكل ما عندهم من قوة وصبر وعزيمة وإصرار. نساء تربوا على السمات الإماراتية، تربوا على يدين أبونا زايد طيب الله ثراه وأمنا أم الإمارات ربي حفظها. وفي أسمى من هذه التربية؟ كل عام والمرأة الإماراتية حصن منيع يحمي وطننا.